إن استسمحت. رميسة بوعوينة متحصلة على شهادة التعليم المتوسط ل 2022 بمعدل 17.16. كانت نتيجة مثابرة عام كامل، كان جيد الاجتهاد، هادو ما شغل نتيجة تاع العام كامل. شكرا للدعم تاع العائلة تاعي، تاع الأصدقاء، الأساتذة، ما شاء الله. حرمات روان، تحصلت على المعدل 18.7 في شهادة التعليم المتوسط سنة 2022. تحصلت على هذا المعدل بفضل جهد كبير، العام كومبلي وانا نحفظ ونراجع، ماشي حتى جول دانيير مينوت تراكم لي كلش، وما درتش الضغط والستريس لي في روحي، كنت بالعقلي في اللي ندير مع واد الفهامه في نهار نحفظ كبيره، ويعني فرحه ما تقدرش كامل تحسها، هي البيام والباك، وان شاء الله كامل نكونوا جابوا البيام. فرحة كبيرة، يعني كنا نسناوها مقلقين افون، ولو ان يعني الواحد كيكون مجد روحه ساعة عام كامل هو يقرا ايتو الوغ يستنى هذاك النتيجة تكون ايجابية، الوغ واش نتمنى لها ان شاء الله النجاح ليها وكامل التلاميذ ان شاء الله اللي تفوقوا ان شاء الله البكالوريا ان شاء الله.